انا عارف ان الصنف هناك يحل من على المشنقه. والله الله يا عبد القوي لو كنت معايا. ده بيعملوا مساج. اموت في الايدين الناعمه. ايه يعني ايه لا مؤاخذه يا نوسه؟ مش عايزه تشتغل يعني؟ انا حر تعبان ملياش مزاج. الف سلام عليكي، بس لو تعبانه ليه ما بترقديش في الخيمه؟ لابسه ومتزوقه وخارجه راحه فين؟ عايزه اشم هوا يا اخي، اعصابي تعبانه. شم هوا ومال حقك، بس انت عارفه يعني يا نوسه اللي احنا ما نقدرش نستغنى عنك الا واحد، ده انا والفرقه كلها متعلقين في رقبتك الحلوه دي. وايه الحنيه اللي هلت عليك مره واحده دي؟ ما صلحتش من الاول ليه؟ انا بصلح، قصدي يعني حقك عليا يا حبيبه قلبي. طيب يا خربوش، سيبنا اروح مشواري ده وارجع اشتغل. ماشي، بس على المستعجل، عايزين نلقط الزبائن بدري بدري من الفرقه التانيه. المورد السنه دي مولع نار. ما انت عارفني يا خربوش، لما بقول كلمه ما برجعش فيها ابدا، ونوسة ما بتكذبش. عن اذنك بقى ما عطلكش وتعطلني. سلامة يا ست البنات. بنداري ما تفتح يا جدع. فين تخبط ليه يا بنتي؟ غلطت منام يا اخي. انت نايم في ميه، خد عايزك في موضوع. موضوع ايه؟ تعالى بس، ده انا مستجدعك وناوي لما المولد يخلص اشوفك بقرشين. هيئك خش في الموضوع على طول. الجدع اللي اسمه عصفور الاقيه فين؟ شوف الاستاذ عصفور ساعه تلاقيه عند الباشي، وساعتين تلاقيه في السوق، وساعه تلاقيه في بيته. يا جدع انت ما تضايقش خلقي، انا لو عايز اشوفه اشوفه من دلوقتي. انا خايفه خربوش يجي ورانا زي ما عمل قبل كده. لا ما افتكرش ان هو يعرف المكان ده، وبعدين احنا خرجنا بره طنطا خالص. عموما انا هددته انه لو ضايقني تاني مش هشتغل معاهم في الفرقه. يا نوسه يا ريت يا ريت تبطلي شغل خالص. انت صدقت ده طق حنك، دول من غيري ما يعرفوش يعيشوا. يا سلام، عايزه تفهميني ان احنا لما نتجوز هتكملي شغل؟ نتجوز؟ اول مره تقولها. وانت كنت فاكره ايه؟ ما اعرفش، كنت عايزه اطمن يا عمر. ايه يا نوسه؟ هو كل ده ما عندكيش ثقه فيا ولا ايه؟ لو ما عنديش ثقه فيك كنت اعتبرتك زبون من الزباين اللي بيجوا يتفرجوا عليا، وما كنتش توقعتك وجيت معاك هنا بعيد عن الفرقه. انا عموما هرتب كل حاجه قبل مول الدم ما يخلص، وحتى زمايلك اللي في الفرقه هشغلهم كلهم عندي في المصنع. وحتى خربوش؟ حتى خربوش. انا مش عايز اي حد في الفرقه يحس ان جوازنا خساره بالنسبه لي. انت قلبك كبير قوي يا عمر، انت جبت الحنان ده كله منين؟ عندي يعني، لازم الناس كلها تحس ببعض يا نوسة. ازاي قدرت تحس بيا وتفهمني وانت ما عشتش اللي انا عايشاه؟ والله مش عارف، بس يعني جايز عشان امي الله يرحمها كانت ست على قد حالها، وكانت دايما تقول لنا نبص لقلوب الناس وما ناخدش بالظهر كده. يعني باباك ساعه ما اتجوزها كان هو غني وهي فقيره؟ لا بصي، ما تقدرش تقولي كانت فقيره، يعني كانت مستوره. وبابا كمان لما اتجوزها برضه ما كانش معاه فلوس ولا حاجه، كان زيها كده، بس هي وقفت جنبه بقى وساعدته كتير جدا لغايه ما وصل اللي هو فيه ده. وكانت دايما تقول لنا اوعوا تنسوا اصلكم. يا عمر، دي مامتك كانت ست عظيمة قوي. الله يرحمها بقى. الله يرحمها يعني. خلينا فيك انت يا قمر يا حلو انت، وفرحة الياسمين اللي هتقبلني دي. انت بتجيبيها منين يا نوسة؟ امي كانت دايما تجيب الياسمين وتفضل تطحن فيه لغاية ما يبقى زي الزيت، وبعدين تدهن بيه جسمي. اختي الياسمين عجبتك؟ قوي. ايوه يا رجب، عاوزك تبلغني ببيان كل وردية. ايوه تقول لي عملوا كام بطانية. في حاجة مهمة، تبلغ الورديه اللي جايه تستلم تيجي قبل ميعادها بنص ساعه. فاهم ولا مش فاهم؟ مع السلامه. مسا مسا على الناس الكويسه. ايه ده؟ ايه اللي حدفك علينا يا سي خربوش؟ ازيك يا استاذ عصفور افندي؟ هزز نفسك وجاي تقول لي ازيك يا سي عصفور افندي؟ لا لا مؤاخذه، عايزك في موضوع مهم قوي. ايه يا اخويا بقى الموضوع المهم اللي هيبقى بيني وبينك اساسا؟ الله الله الله، جريه يا عصفور افندي، مش هتضيفني تقول له اقعد يا خربوش؟ ليه؟ هنعملها قاعده؟ هنبقى اصحاب؟ عاوز تقول ايه بالظبط؟ لا لا مؤاخذه، اصل ده موضوع كبير قوي، يخص الباشمهندس والباشا الكبير قوي. كده خبط لازم؟ ده انت داخل في الغويط قوي. جريه يا استاذ عصفور افندي، انت ما يهمك سمعه الباشمهندس والباشا الكبير قوي ولا ايه؟ اقعد اقعد. ايوه كده، اطلب لنا بقى حبة شاي.
كوبايه ميه عشان ابل بيه. والموضوع ده يستاهل حبه الشاي اللي هتشربهم؟ ما كنتش سبت المصلحه ولا مؤاخذه فني وجيت لك. والموضوع لو ما استاهلش اطلب لنا الشاي. ماشي. تشرب ايه؟ شاي تقيل سكر كتير. واحد شاي يا ابني سكر كتير، واحد قهوه ساده عشان السكر هيخلص اكيد. مع السلامه. اتفضل حضرتك. انت عارف لا مؤاخذه الموضوع اللي بين باشمهندس عمر وبين البت نوسه؟ طبعا عارف. الباشمهندس واخته دول قرايبي وانا مربيهم، دول ولاد طيبين قوي وبيتعاملوا مع نوسه دي من باب العطف والشفقه. ده انت اللي طيب والنبي طيب وطلعت عامل زي الاطرش في الزف. احترم نفسك ومن هنا. طب ما فيش شاي. ما تهدى بس يا عم عصفور، ده مخافك انا اعظم. انت يا ولد هات من الاخر، عاوز تقول ايه بالظبط؟ حكايه وما فيها يا استاذ عصفور، ان الباشمهندس بسلامته بيحب نوسه عشاق. ايه اللي انت بتقوله ده؟ معقول الباشمهندس عمر يعمل كده؟ باشمهندس عمر ابن حسين بيه على سنه رمح، من عين اعيان البلد في طنطا، هيبص البنت من بتوعه المولد؟ ايوه، وكل يوم والتاني ياخدها ويغطسوا، لا حد عارف بيروحوا فين ولا بيعملوا ايه. يا نهار ابو اسود، معقول الكلام ده خربوش؟ انت ما بتعرفش اللي فيها بقى، ده فيه الاكبر والاكبر والاكبر. ما تخلصني هلا، انت هترقص ولا ايه؟ ما تجيب كل اللي عندك. هيتجوزوا. بتقول ايه؟ هيتجوزوا. البعيد اطرش ولا ايه؟ يا خبر اسود يا ناس، اسكت. يا خبر اسود على الوعكه السودا اللي هتحصل لك. خد بالك. وعكه سودا وعلى دماغك؟ انت دخلك ايه بالموضوع ده؟ دخل ايه؟ ما انا السبب في كل اللي بيحصل ده، انا السبب. مش فاهم. فهمك. اصل انا فهمت حسين بيه ان انتوا مشيتوا من زمان وما يعرفش ان انتوا لسه قاعدين لغايه دلوقتي. اصل ساعتها الباشمهندس عمر مسكني من ايدي اللي بتوجعني وهددني ان انتوا لازم تكونوا قاعدين. بس عشان خاطر خربوش، اللي انت بتقوله ده مظبوط. رايح من هنا وانا هاكلك الاونطه ولا ايه؟ ما انا عارف اللي فيها. انت لو عرفت ان انا كداب هتطير رقبتي، هتخرب بيتي. انت عارف حسين بيه لو عارف الموضوع ده هيكسر الدنيا، هيكسر عظمي. انت عارف عمر بيه هيتجوز مين؟ هيتجوز بنت عبد القوي بيه شديد. انت عارف مين عبد القوي بيه شديد ده؟ مين اللي موظع عبد القوي شديد ده؟ اسكت. بصباعه ده اشاره منه يقوم البلد ويتعاد. معقول الباشمهندس عمر يسيب بنت الحسب والنسب ويروح يتجوز بنت القرود اللي بيمص قصب؟ انا عملت المؤاخذه اللي عليا، فطمتك وخلصت ضميري. ضميرك؟ الله يخرب بيت ضميرك واتنين ضميرك. ويوم ما شفت ضميرك قدامي ما خدتش، ما شفتش، ما عرفش. مسا مسا. وانا ما عرفش، ما عرفش. يا جمالات. ايه يا حبيب اختك؟ عملت ايه في المشوار اللي روحته ده؟ عصفور قال لي على حته خبر ما كناش نحلم بيه. فرح قلبي وقول لي على ما كناش بنحلم بيه ده. ابو الباشمهندس هيجوزه بنت واحد صاحبه، واحد من الناس الاغنياء قوي، والبنت نوسه هتاخد بومبا.